الحقيقة عايزين نتطرق مع حضراتكم دلوقتي لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء القمة، واللي أكدت على مجموعة من الثوابت المصرية اللي دايما السيد الرئيس بيتحدث عنها في كل المحافل العربية والدولية. أكد سيادة الرئيس على أنه التجربة العربية خلال السنين اللي فاتت كانت الحقيقة يعني أثبتت صحة وصدق هذه الثوابت، وهي مسألة الحفاظ على الدولة الوطنية، دعم مؤسسات هذه الدولة. كمان أشار سيادته في كلمته أنه ده يعني أصبح فرض عين وضرورة حياة للحفاظ على مستقبل الشعوب ومقدرتها. وخلال القمة كمان أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في جهودها لتثبيت الهدنة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريا وأمنيا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.